いい <music> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على بركه الله نبتدي معاكم حلقه جديده من حلقات برنامجكم الشبابي رايكم شباب من الساعه 5 للساعه 6 بفقرات متنوعه واحنا معاكم على الهواء مباشره نتواصل معاكم باشياء كثيره ومواضيع مختلفه وتعودتوا في كل يوم ثلاثه يكون معنا عالم الفن والناس المشهورين بعالم الفن يكونوا معنا من خلال حلقه يوم الثلاثة فمحبين الفن والمسرح والسينما ابتدت ساعتكم من خلال الراي ورايكم شباب شنو بيكون عندنا لليوم تعودنا في كل يوم ثلاثة يكون معنا توب فايف المقدم من الشركة الكويتية الوطنية السنسكب وما هي الأفلام التي احتلت المراتب الخمسة الأولى هل هناك أفلام جديدة دخلت إلى السباق وفي أفلام ممكن تكون طلعت من التوب فايف هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله بعد شوي أيضا تعودنا في حلقة ثلاثة يكونون معنا ضيوف من عالم الفن أي شخص يكون ناجح في مجال نحب أن نحن نسلط على الضوء للتواصل مع جمهوره اليوم معنا ظاهرة من ظواهر الانستغرام وايد انشهرت في الفترة الأخيرة وصاحبة العبارة الشهيرة I don't care مو هامني شيء اكيد عرفتوها هي دانا دانا اليوم راح تكون معنا في الراي ورايكم شباب راح نتعرف عن هذه الشابه شنو تطلعاتها شنو طموحاتها شنو شخصيتها هل هي نفس الشخصيه اللي تطلع في الانستغرام راح تكون معنا بعد دقائق ايضا راح يكون معنا المصور الفوتوغرافي الشهير اللي يعتبر من اشهر المصورين هنا في الكويت تقريبا ما في فنانه وفنانه ما صورت عنده او ما صور عنده هو المصور الباباراتزي عادل الفارسي راح يكون معنا هم بعد شوي في اليوم الاحاديث بتكون منوعه بين عالم الانستغرام مع دانا وايضا مع عادل الفارسي موضوع الحلقه موضوعنا اليوم هم له علاقه بضيوفنا، ايش رايكم بالشخصيات اللي تنشهر في عالم الانستغرام؟ وهل فعلا الانستغرام هذا الاكونت او البروفايل في الانستغرام بدا يعمل شهره للشخص او للانسان اللي هو حاب انه هو ينشهر؟ هذا هو موضوع الحلقه فبعرف ايش رايكم بالشخصيات اللي تنشهر من خلال عالم الانستغرام؟ بالاضافه بعرف من الشخصيه اللي انشهرت من الانستغرام وتابعتوها؟ آه هذا هو موضوع حلقه رايكم شباب فتواصلوا معنا، ايضا تعودتوا على الوجه الاخر في كل اسبوع نختار فنان ونوريكم الوجه الاخر له، يا ترى من هو الفنان او الفنانه التي تم الاختيار عليها لهذا الاسبوع راح نشوفه بعد شوي، تقارير كويتي وافتخر هذه الفعاليه الضخمه المقامه من اجل الكويت ومن قبل شباب الكويت اليوم راح نشوف شنو فعالياتهم وشنو جديدهم بعد شوي. طرق التواصل حافظينها وعارفينها من خلال الارقام اللي تمر قدامكم باسفل الشاشه بارسال بقى ثلاثة بالعربي أو بي 3 على واحد أربعة واحد وطنيه 9 خمسة زين خمسة فيفا بالاضافه الى جروب رايكم شباب على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم والتويتر ات رايكم اس وايميل البروجرام شباب ات دوت تي في شباب وارقامنا صفر صفر ثلاثة خمسة ستة صفر والأرقام وكل اللي قاعد أقوله لكم قاعد يمر قدامكم بأسفل الشاشة نرجع لموضوع الحلقة لليوم وهو ايش رايكم بالشخصيات المشهورة او الشخصيات اللي قاعد تنشهر بعالم الانستغرام، انا من وجهة نظري اشوف ان كل انسان له حق انه هو يختار طريقة سواء اختار تلفزيونيا، اعلاميا، فنيا او حتى من خلال الانستغرام او الكيك، واشوف ان الامثله كثيره على نجاحهم يعني هناك امثله في ناس يقول لك ان هذا الشخص اللي يطلع عن طريق الانستغرام او من قبل عن طريق الكيك انه فتره او فقاعه ويختفي من وجهه نظري انا اشوف انه ما له علاقه اي شخص ينشهر في اي مجال اذا هو ما تواصل مع الجمهور ومع الناس وقدم اعمال جديده راح ينطفي او يختفي واكبر مثال بالنسبه لي هو الاعلامي بدر ال زيدان من السعوديه هو ظهر من عالم الكيك وبعدين شهر وقاعد يقدم الحين برامج ومتواجد وقاعد ينقل فكره وكل اللي هو يبي من خلال عالم الكيك والحين الانستغرام اوجه له تحيه حق الصديق محمد الخياط اللي عنده انستغرام تاباسكو 55 اقول الحمد لله على السلامه على السفر وتحياتنا لك عموما نوقف مع اول محطه من محطات رايكم شباب اليوم والتوب 5 وش الكويتية الوطنية السنسكب وما هي الأفلام التي احتلت المراتب الخمسة الأولى من خلال هذا الريبورتاج الرسوم المتحركه الحركي ذا ليجو موفي ينزل للمرتبه الخامسه هذا الاسبوع شكل مصغر لليجو عاديه اعتقد انه ليجو غير عادي يتم تجنيده للسعي لوقف ليجو شرير يحاول إلصاق الكون بعضه ببعض <applause> is Agent Damaso placing $75,000 in this briefcase for Mayor Carmine Polito. في المرتبة الرابعة فيلم الجريمة الدرامي American Hustle رجل مخادع مع شركته البريطانية يضطران للتعاون مع عميل FBI الذي يدفعهم إلى عالم السلطة والمافيا. البطولة لكريستيان بيل وايمي آدمز On all these guys. That's what we need to be thinking about right now. We gotta get over on all these guys. It's gotta be the best we've ever done. I smashed into you. Are you alright? I'm Abby. What's your name? I don't know. Sunlight comes creeping I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate the help. <applause> لص يغرم بوريثه تموت بين ذراعيه فيحاول انقاذها. هذه هي قصه فيلم الدراما الغامض Winter's Tale من بطوله كولين فارل وجيسيكا فنتلي. To life. is it possible to love someone so completely they simply can't die you're late welcome to bulgaria captain thank you colonel there's a good chance that that gas is somewhere inside that warehouse غاز للأعصاب يختفي منذ استخدامه في الحرب العالمية الثانية ويظهر ثانية في بلغاريا وعند انفجاره يتحول سكان المدينة إلى قتلة كما أنه يتسبب في عودة القتلة إلى الحياة كودريد لعشاق الرعب والإثارة يأتي في المرتبة الثانية من بطولة باول لوغن. <applause> روبوكاب لا يزال يتصدر المرتبة الأولى لهذا الأسبوع أيضا. في عام 2028 وفي مدينة ديترويت، <تكتشف> <تكتشف> أليكس ميرفي الزوج المحب، الأب والشرطي الصالح، أصيب بجروح وإصابات من خلال أداء واجبه، وللحفاظ على حياته، تم استئصال الاجزاء المشوهه في جسمه الى اجهزه الية، هذه قصه فيلم الحركه والجريمه من بطوله جوال كينيمان ودوغلاس 14. ثانك يو سو للشركة الكويتية الوطنية سنسكب على هذه الأفلام المقدمة من المرتبة الخامسة للمرتبة الأولى توقعت أن فيلم بريانكا تشوبرا يكون موجود في التوب فايف ولكن مو موجود مع العلم أن أمس السينما كانت فل حدها لأن الأفلام الهندية في الكويت تحظى بمتابعة كبيرة أفلام الزومبي مو موجودة في التوب فايف إن شاء الله تكون موجودة في الأسابيع القادمة أفلام الرعب الفيلم صاحب المرتبة الثالثة نسيت اسمه أنا حضرت الفيلم وايد حلو أنصحكم فيه لأن فيه فلسفة في خيال ولكن مرتبط كثيرا بالواقع ننتقل الى عالم الانستغرام بين فتره وفتره نحاول احنا نختار لكم مجموعه من البروفايلات اللي موجوده على عالم الانستغرام نقول لكم عنها اذا حابين ان انتوا تسوون لها فولو اول انستغرام اخترناه لهذا الاسبوع هو للنجم المصري عمرو دياب عمرو دياب طبعا مثل ما راح تشوفون على الهواء السبيلنج ماله اي ام ار دي اي بي طبعا عنده عمرو دياب لحد الحين 300 الف و يسوي فولوينج حق شخصين ومنزل لحد الحين 119 صوره كاتب على الصفحه الخاصه فيه امر دياب أوفيشال انستغرام اوف ذا بيست سيلنج ميدل ارتست uh, uh, مو كاتب معلومات كثيره او انفورميشن عنه اخر صوره منزلها من اربع ساعات ما فيها اي تعليق والصوره اللي قبلها من ون ويك uh, كاتب فوتو فروم لاست نايت كونسرت في هلا فبراير في مهرجان هلا فبراير الصوره اللي قبلها من تو ويكس كاتب وذ uh, وليد درويش اند هيز فاميلي افتر سكواش جيم يعني مع ناس من اصدقائه او من ربعه كاتب اسمه وليد درويش بعد ما خلصوا لعبه الاسكواش يعني انستغرامه حلو وبسيط وما يتفاعل فيه بشكل كبير. ثاني انستغرام راح ننتقل له هو انستغرام ضيفتنا اللي هي دانا دانا الانستغرام الخاص فيها ام زد دي اي ان اي اتش ام زد دانا طبعا دانا عندها لحد الحين ما شاء الله 112 الف ومسويه فولوينج حق 122 شخص ومنزله لحد الحين 722 صوره يعني عندها ما شاء الله تواصل كبير مع الفولورز دانا كاتبه ذيس از ماي اكونت يورز اوكي professional or professional Kuwait model actor singer and rapper uh, open the link uh, ممكن ال اللينك الخاص فيها وتسمعون اغانيها يعني دانا موهبه اليوم راح نكتشفها مع بعض من خلال رايكم شباب اخر صوره منزلتها من 42 دقيقه كاتبه ار يو ريدي ومصوره عند الراي تي أه, في اعتقد ان الكل ريدي وهم حاطه 5 كلوك الراي منزله فيديو أه, وكاتبه صباح الخير يعني تتواصل مع كل الفولورز أه, بشكل يومي وكل كم ساعه من دانا الى عادل الفارسي هم أه, راح نوريكم الانستغرام الخاص فيه عادل الفارسي طبعا هو من اشهر المصورين الفوتوغرافيين مثل ما قلنا السبيلنج ماله اي دي اي ال بابارازي بي اي بي اي ار اي زد زد اي عادل الفارسي بابارازي ستوديو كويت هاي فاشن فوتوغرافي وفيديو برودكشن وحط ارقام تليفوناته وكل المعلومات الخاصه فيه عنده لحد الحين 226 الف فولورز ومسوي فولوينج حق 419 شخص ومنزل 224 صوره لحد الحين اخر فيديو منزله من 2 ويكس منزل فوتو سيشن حق امل العوضي وكاتب ذا لوفلي مومنت اعتقد انه هو كان مع امل العواضي في فوتو سيشن ان دبي وقبلها هم تو ويكس حاط صوره خاصه فيه نوت اونلي باباراتزي يتواصل مع الناس عادل بس فجاه يتواصل بشكل يعني مثلا ممكن ينزل صوره بشكل يومي كل يوم صوره وبعدين ممكن انه يختفي مثل ما الحين اخر صوره منزلها من اسبوعين. من اكونتات الخاصه بالفنانين ننتقل الى التويتر والتغريدات، خلينا الناس شنو قاعد يقولوا لنا من خلال ات رايكم اس. عندنا سوسو تقول منورين يعطيك يعطيك الف عافيه كل دلع دائما تتواصل مع رايكم شباب اتش اي تقول هلا صلوح منورين يعطيك العافيه احب حلقه الثلاثه شكرا على الكلام اللي كاتبته فطوم الحايك تحياتنا لك رافي تقول ناس طبيعيين حبوا يعيشون جوهم وحلو انهم من شهره وعادي يخلي ياخذون راحتهم وحابه اقول شغله مو هامني شيء اكيد قصدها على دانا لمار تقول مساء النور منور صلوح شكرا الله يعطيك العافيه انا اختار الشخصيات على حسب ميولي أه فطوم حايك شكرا على الكلام اللي كاتبته 101 تقول منور صلوح حبيت لبسك ثانك يو سو ماتش مع انا توقعت ان اليوم وايد تنتقدون انه شو لابس جلد وكذي بس انا احب الاشياء الغريبه أه وتقول ان عن نفسها تحب الشخصيات اللي تصورها كيوت منها مش علمهن ومحمد عبد القادر واللي يصورون يومياتهم مثلي راح نقرا كل التغريدات ان شاء الله ولكن دانا وعادل الفارسي راح ينضمون لنا من بعد الفاصل نطرونه باك تستديو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب لاستكمال ما تبقى من الحلقة اليوم وضيوفنا مختلفين في توجهاتهم واهتماماتهم ضيفتنا الأولى انشهرت وايد في عالم الانستغرام وبطريقة ملفتة وغريبة صار عليها لغط وايد كبير في ناس كانت معاها وفي ناس كانت ضدها لأن هي باختصار مو هامها شيء فمعنا يمكن هي ملت من هذه العباره دانا دانا شلونك؟ الحمد لله شلونك؟ اهلا وسهلا فيك ويلكم رايكم شباب؟ والله تشرفنا فيكم احنا اللي سعداء بالتواصل معك ايضا يكتمل النصاب مع انا اشوفه هو نجم المصورين الفوتوغرافيين ما في فنان او فنانه تفلت من تصويره البروفيشنال وايد ناس يحبون أن هم يصورون عنده راح نتكلم عن عالم التصوير الفوتوغرافي وتصويره لي المشاهير مع المصور الفوتوغرافي عادل الفارسي حياك الله معنا عادل اهلا وسهلا فيكم اهلا فيك لا. عادل حبيبي سعداء بالتواصل معاكم دانا اول مره تطلعين على الهواء نعم صح؟ احنا مستانسين احنا عندنا هالسكوب آه في رايكم شباب والراي صوتك وايد هادي غير الإنستغرام لا والله لا اول مره أوكي. So انت خايفه يعني شوي لا مو خايفه انا احس جريء شيء ترى <applause> بس لايك like شوي شوي عليك <applause> لا راح نكون شوي شوي عليك وبعد شوي مالي شغل راح نقول مو هامني شيء انا من الحين مو هامني شيء ترى <applause> لك اياها زين دانا بتعرف عليك منو منو انت في ناس وايد فجاه دانا طلعت في الانستغرام انشهرت فلورز وايد كلام عن دانا من هي دانا؟ انا دانا اوكي اوكي ام جوكينج لا انا كويتيه 26 mm -hmm. سنه عمري mm -hmm. أه عمر كله ثانك آه, درست طبعا وعشت طول عمري برا mm -hmm. انولدت بالكويت بعدين ورا الغزو انا واهلي طلعنا اي وعشنا لايك طول عمري بامريكا you know. حلو متى رديتي للكويت فرنسا المانيا امريكا ومتى رديتي الكويت؟ لما رديت الكويت كان عمري 18 سنة. اه اوكي يعني انت مراهقتك وطفولتك تقريبا كلها ابتدائي، ثانوية، متوسط كلها برا بامريكا يعني زين ايش تعرفين شان عربي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله سامحوني على البدليات لا 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 ان شاء الله مع الـ الـ يعني الكلام مع الـ ان شاء الله ومع الوقت اللي تقضينه هنا في الكويت اكيد راح ترجعين مره ثانيه تحتشنك بنت الكويت يعني بالنهايه ان شاء الله أه يعني احنا نقول ان الكويتين يعني طيور مهاجره مهما يعني يغرب صح. اكيد لازم يكون في عوده الى الكويت راح نرجع نكمل معك دانا حوارنا بع... عادل بعرف شنو جديدك شنو الفوتو سيشن الجديد اللي راح تسويه في الفتره المقبله كاعمال كشغل جديد؟ طبعا كان انا اكثر شيء كنت مركز على التصوير الفوتوغرافي بس الحين كله قاعد يصير تصوير الفيديو كمان بعد مم. كانتاج وكاخراج وهالامور كلها والتصوير الفل اتش دي قاعد نصور تصوير فيديو تقصد شنو تصوير بالضبط؟ يعني شنو ان كان اللي تصور فيديو كليب ان كان مسلسلات ان كان برامج معينه هالامور كلها نعم، هذا الجديد اللي أنت قاعد تسويه، زر في نعم. فنانين أو فنانات قاعد تتعاون معاهم في الفترة المقبلة كفوتو سيشن؟ بعدين يبين الموضوع بس تقريباً. أوكي بس دانا دا خلصت معاها من كم يوم. آه صح؟, صح؟ بعد تقريباً. إن شاء الله آه. عادل راح يصور لي الفيديو كليب فأغنيتي الجديدة. ان شاء الله. في فيديو كليب، يعني, يعني اليوم يعني. آه راح نتعمق وايد في الحديث يعني. مع دانا عن الفن، شلون دخلتي عالم الانستغرام؟ إيش كثر صار لك أنا الصراحة <applause> اول اول ما دخلت الانستغرام قاعد شنو هذا؟ اي ولا فيش تقول لي كيت كيت انه الواحد يحط صوره يتواصل مع الفانز مالوتا وكذي. حطت حطيت انستغرام وبحمد لله. فجأة شفت الفولورز <applause> <بس. تصفيق> يعني سووا هجوم <applause> على الانستغرام مالك هجوم برشلوني. <applause> اوكي وعبارة مو هامني شيء. انت فجأة طلعتي ورنينج I don't care. لا هذه لها يعني it's a long story صراحة قصة طويلة. شنو؟ um, يعني الناس أنا كنت منزلة قبلها فيديو. <applause> سوري. حلو. هالدنيا. <applause> أنا, أنا كنت منزلة فيديو قبل والناس يعني يتشمتون ويغلطون يسبون ويسبون ويعني اشياء صراحه تضايق صح سو so انا قاعد اقول ليش انا اتضايق صح واتعب نفسيتي وازعل وما ادري شنو. يا معود مو هامني شيء. Warning <تضع> <تضع> <أكد> I don't care. بالعربي مو هامني شيء. Like خلاص يعني <تضع> <بص دي تضع> لازم من الحين لباكر. <تضع> بالضبط يعني عشان كذي صار الفيديو يعني ما كنت انا حاطه براسي انه راح يعني بس كذي سويته لايك like عشان انا جو يعني كان <تضع> كنت كنت, <قصدت> <تضع> كنت مقهوره الصراحه بس انه يعني بنفس الوقت قلت يعني فادت You know something. مو هامني شيء من الاخر اغنيتك الجديده بتكون مو هامني شيء؟ لا لا ما لها علاقه لهالدرجه عاد قاعد نتغاشم ان شاء الله دائما يعني انا احب فيك دانا انا اشجع الشخصيات اللي كذي الاوبن مايندد اللي مو هامه شيء في ان انت تسوين اللي انت تبينه بما ان انت ما قاعد تاذين احد وقاعد احترم الحمد لله قاعد احترم اهلي قاعد احترم نفسي نعم ويعني اوكي قاعد اسوي اشياء بس كل شيء له حدود يعني اوكي راح ارجع لك على حدود دانا وما هي حدودك تحديدا آه عادل اشوف ان انت ما عندك تواصل كبير بعالم الانستغرام يعني كل اسبوعين ثلاثه تنزل فيديو بيكتشر مو وايد مقتنع بالسوشيال ميديا وتاثيرها الحين على الناس هو بالعكس مقتنع بالفكره انا وايد حلوه أو يعني حتى عندي فولورز وايد بس الموضوع ما ابي الفولورز يملون كل مره اقل شغله بسوي بنزل كل واحد وطريقته باستخدام الانستغرام نعم الحين في وايد مصورين او مخبرات مكياج او شيء على طول ما صار شيء نزله على انستغرام صحيح لا في بعد بعض الناس يعني يتقبلون الفكره هذه بعضهم لا مثلي انا لا بين فتره وفتره بنزل شغله كذا <applause> صحيح، بعد كل هالسنوات في عالم التصوير الفوتوغرافي وشغلك والانجازات اللي قاعد تسويها، حق شنو تطمح؟ شنو الشيء اللي تبي توصل له بعد؟ هو الحمد لله انا وصلت لشيء معين بس أهم الانسان لازم دائما يكون طموح، يعني اذا انا بقول خلص صرت وصلت لدرجه انه خلص صرت بروفيشنال وما اتعلم من غيري أه راح تكون بدايه السقوط، يعني لكل شخص. صحيح لازم دائما يحاول يطمح للاكثر. نعم يعني في طموحات وأهداف في بالك إن شاء الله تحققها في الفترة المقبلة أرجع مرة ثانية حق حدود دانا المشكلة إن أنا عاجبني اللي أنت قاعد تسوينا و... وأشوف أن هذا شيء يعني it's my life and I do whatever I want شيء بالعربي نفس اللي أنت بالانجلش عفواً نفس اللي أنت قاعد تقولينه بس في ناس وايد ضدك وقاعد يقولون ان انت ابدا لا تمثلين الفتاه الكويتيه مع العلم ان انت بنت كويتيه وبنت الكويت بس ان انت اللي قاعد تسوينه يسيء الى الفتيات الكويتيات والخليجيات في ان انت وايد جريئه وتسوين اللي انت تبينه وترقصين وتغنين فشنو تعليقك؟ يعني تعليقي من اي تعليقك بمعنى ان انت تشوفين اول شيء ان انت تمثلين بنات الكويت؟ انا الصراحه امثل نفسي عشان لا حد يزعل أيه؟ انا امثل نفسي حلو والانتقادات اللي توصل لك ان انت جريئه وان انت المفروض ما تسوين كذي يعني في قسم ان دانا لا تسوين كذي ام انا اسفه بس بيونسي مو احسن مني يعني <applause> بس يعني انا ما قاعد اقارن نفسي طبعا بس أيه؟ يعني انا فنانه ايه؟ الفنانه تغني يعني انا اغني ايه اسوي راب ايه ام عرضه ازياء ايه وامثل اوكي سو يعني اوكي يمكن بالتمثيل وهذا ما تشوفون قاعد ارقص يعني انا ما راح ارقص وانا قاعد امثل يعني صحيح انا قاعد اغني اوكي هذا شيء ثاني يعني باكر لما اسوي كونسرت بعد ما راح يعجبكم <applause> يعني ما ادري صح <applause> فانت تشوفين انت يأ... سو انا اشوف اللي قاعد اسويه طبيعي لان انا تربيت ببيئه يعني غير صحيح سامحوني يعني انا اشوف اللي قاعد اسويه صح, صح. مو غلط صح ومقتنعه فيه تماما وراضيه عن الحمد لله, راضي لله اهلي راضين والحمد لله انا وافقه من اللي قاعد تسوينه الحمد لله حلو تغنين الحين؟ عادي اغني يلا جو <applause> طبعا انا كتبت الاغنيه هذه اي انجليزيه طبعا انجليزي اوكي غنى ولا غنى وراب؟ <applause> كيف <تصفيق> سوي غنى وراب اوكي اوكي Took you in my I loved you in my soul. Can't feel baby. Never let you go. Now you are on a front, not calling me no more. maybe that's not how you was acting before. see, last time we talked, you was on my tip. I'm so tired of your games. Baby, that's it, that's it Baby, that's it I'm not having it no more I'm walking straight out that front door Baby, that's it Thank you so much إبداع <applause> <صفيق> <متصفيق> يا دانا، هذه أنت كاتبتها؟ نعم <متصفيق> وملحنتها طبعاً I loved you. I cared for you. I hugged you. I shared with you. You are number one, I was there for you. Gave you a shoulder to cry and lean on. Gave you much more, like love, attention. Now you want to front and act main nude. Tired of the games, tired of the cries, tired of broken promises, tired of the lies. Let me keep it real, boo. Simple, true. I'm through with you. Wow. <applause> okay, okay, okay. أنا عندي 10 أعدك صفقت لك. <applause> موهبة قوية دانا وكاركتر مختلف بصراحة. <applause> أه, الله يوفقك إن شاء الله <applause> واستمري ولا حد يحب يحبطك <applause> أو يكسر <مو> مجاديفك <applause> وعادل يدعمك. من خلال تصويره لك ترى <applause> عادل من زمان يعرفني اول ما جيت لك جيد فيري جود واحنا تعرفنا على علامتش... اهلي بعد يعني واو عادل الحمد لله تحياتنا لاهلك واحنا مكملين حوارنا ان شاء الله من خلال رايكم شباب والتغريدات كلها وايد كلام واسئله وأصلح حق عادل وحق دانا على أترايكم رايكم اس بس خلينا نروح فاصل قصير ونرجع نكمل رايكم شباب كما باك حق احلى مشاهدين قاعد يتابعونا من خلال رايكم شباب وضيوفنا عادل الفارسي ودانا والتغريدات ما شاء الله وايد عندنا كلي دلع مشكور على الكلام اللي كاتبته ار ام اس عندنا شيطونه اعتقد تقول والله شخصيتها حلوه وتعجبني الجمله مالتها مو هامني شيء وكاتبتها وايد مو هامني شيء مو شيء هم عندنا 101 تقول ما فكرتوا يوم من الايام تختارون حسابي اللي في الانستغرام ترى وايد حلو ان شاء الله يعني دزي لنا اياه عشان اعرف الاكونت مالك اعتقد كتبتيه صح لتوفى ونقراه ان شاء الله باش ثانك يو على اللي كاتبته آه كيو كيو تقول حبيت اقول لكم شيء مو هامني شيء حمد يقول سلمني على دانا هذا حسابي على الانستغرام وايد تغريدات آه راح اقراها لكم ان شاء الله من خلال رايكم آه شباب آه عادل بعرف منو الشخصيات اللي تستمتع وانت تصورها واكثر شخصيه تستمتع وانت قاعد تصورها ومنو آه الشخصيه اللي ودك انت تصورها طبعا غير دانا هذا انا, أنا حطها على جنب اوكي عادل في واد يعني اخر الشخصيات اللي صورتها مثل امل عوضي وحليمه بولا تستمتع في التصوير معاهم اي بستمتع التصوير معاهم ليش؟ لان فاهمين الكاميرا وانا مفاهم لهم بعد نفس ما ما راح اتعب نفسي وياهم لا اقدر اصورهم وفي شخصيات وايد يعني ما نقدر نعددهم كلهم زين شخصيه ودك ان انت تصورها لحين ما صورتها مشهوره نجمه من هوليوود مو اكثر منو مثلا؟ يعني مثلا بيونسي مثلا بيونسي اوكي انزين احنا قاعد نشوف الحين مع بعض الصور اللي موجوده هذه صورتي صورني وبعد في صور اخرى من خلال باباراتزي واهتمامك بالفنانين والفنانات وحتى الاشخاص وهم حليمه بولنت تحياتنا اكيد لكل الاسماء المشهوره والفنانين انزين اذا بنتكلم عن في عرضه ازياء جايت لك من ميامي تحديدا من امريكا اي اتصلوا فيني قالت على اساس طلبت ان اكون مدير اعمالها بالشرق الاوسط. اوكي. اول جلسه تصوير خلصناها قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع. بالكويت قريباً. يعني؟ لا مو بالكويت بالامارات، بالامارات. اوكي. واتفقنا على كل شيء هناك وتم التصوير وبين فتره فترة لما تجي بمسك اعمالها يعني بالنسبه لعرض الازياء والتصوير. حلو يعني انت الحين داخل خطوه جديده نحو عرضه ازياء امريكيه هي مشهوره وايد يعني في امريكا؟ اي نعم، سنثيا. سنتيا، اوكي؟ نقول هاي حق سنتيا، إذا كانت بما كا... إنك مدير أعمالها أكيد بتتابعك يعني وبتشوف شغلك عادل. دانا تحبين الشهرة؟ أنا أحب الشهرة بس ما أركض وراها. أوكي، هي ركضت وراك؟ <applause> يعني أنا ما بدون تعليق. <applause> أنت, <صنش؟ تصفيق> أنتِ في البيت صورتي انا لا يعني أنا لايك مو بالبيت صورت وكذي، أنا قاعدة أشتغل يعني أنا فنانة. اي لا قصدي كبدايه يعني حتى كبدايه انا من مم. عمري 14 سنه انا في المجال شنو قدمتي من اعمال؟ like انا طبعا اعوذ بالله من كلمه آه انا من امريكا ام رايتنج اكتب واغني والحن ودشيت مودلينج سكول اي مدرسه مودلينج عارف ازياء وكذي بس بلشت بلشت بالفن لما جيت هني بس انا كنت صراحه بجورجيا كنت راح اوقع مع الشركه اللي تعامل معها اشر اذا تعرفون اشر طبعا إيه. Yeah. اكيد كنت اتعامل معاهم بس بعدين امي خافت علي وقالت لي كو... لما تكبرين شوي ان شاء الله يما كذي سو هديت لها الموضوع رديت الكويت الحمد لله لايك like, عادل ساعدني وسويتي هم ادري مسلسل كرتوني wow. اسمه كابتن واو اغنيه مع الفنان الكويتي حمود ناصر أي. اوكي يعني كان عندك اهتمامات في عالم الفن مم. الحين دانا ستخوض تجربة التمثيل من خلال مسلسلات درامية راح تعرض في شهر رمضان أو حتى بعد شهر رمضان أبيش تكلميني عن المسلسلات وعن دورج إذا تقدرين أن أنت تتكلمين حب سلطان الحب اوكي سلطان. الحب سلطان الحب سلطان سوري اوكي انا خربت لانه وايد عندي لايك خمسه بس رمضان ان شاء الله ايه الحب سلطان ايه غريب بين اهله حلو دكتوره الحب كلها like, لايك like مسلسلات لها علاقه بالحب yeah, yeah. الرومانسيه الاجتماعية كذي eh? يعني مشاكل اجتماعيه كذي um, عندك uh, ان شاء الله ام لايك like, انا حبه الطبخ سو eh? so, راح اسوي لايك like برنامج عن الهيلثي فودز كول cool. الاكل الصحي eh? عشان برمضان الناس ما تاكل يعني في ناس مسويه دايت صح سو so, ما تقدر تاكل يعني اشياء معينه سو so, انا اعلمهم طبخات تطبخين عدل yeah. شو تسوي تعرفين اكل كويتي ولا انترناشونال طبعا مكبوس مكبوس اوكي اوكي ام سمك لايك اي كان دو كباب اه اوكي يعني تعرفين وايد اشياء ممكن تفيدين الناس ولكن بطريقه صحيه باستاز اي طبعا صحية اوكي اذا بعرف ادوارك في الاعمال شنو شخصيات سلطان الحب سلطان شخصيتي راح تكون هيا دكتوره دارسه برا يعني تحب دكتور معها يشتغل و اتس آه قصه حب تعبوها. اوكي راح نشوف ان شاء الله المسلسل الحب سلطان في آه مجموعه من الفنانين حسب معلوماتي عبد المحسن النمر وغيرهم آه المنتج آه عبد الرزاق المسوي أيوة. صحيح والمخرج آه محمد البكر ايوه تحياتنا لهم كلهم شفتي شلون اكمل عنك عادل الله يسلمك عادل مع هذا المشوار الكبير في عالم التصوير لماذا تتعلم في ناس قاعد تتعلم منهم طبعا اكيد احنا تقريبا في مثل الجروب عالم اللي بيكون انا من الكويت وفي من امريكا وفي من ايطاليا والمانيا وفرنسا اي خمس مصورين دائما نحاول شنو جديد نكون نتبادل بالمعلومات مع بعض وكان عندي التصوير بأوكرانيا وبإيطاليا بطلع يعني مو بس بالكويت ولا بالإمارات يعني يكون أيه حتى بأوروبا يكون عندنا التصوير فكرة معينة نطلع نطبقها مع بعض مم ونرد وكل واحد يأخذ من معلومات الثاني ما في واحد من عندنا يقول لا ذا best أو أنا أحسن من الثاني لا مثل ما قلت لك قبل شوي إذا واحد قال ذا best هذه نقطة السقوط صحيح انزين إنه بالنسبة حق شغلك او عملك يعني انت الحين مع عالم التكنولوجيا اللي الحين احنا قاعد يحوشنا فقاعد يقولون ان الحين خلاص اي انسان او شاب يصير مصور فوتوغرافي لان في فوتوشوب في كاميرات اه اه وايد بروفيشنال او ديجيتال او وات فهل كلام صحيح هذا في فعلا صار في اي انسان ممكن يصير مصور ويصور اوكي ممكن اي انسان يصير مصور بس حدود المصور شنو هي اولا عندك الاضاءه، عندك التصوير، طريقة التصوير، الخبرة اللي عندك سنين مم. معينة من التصوير تواجه اضاءة معينة تتوهق فيها عرفت شلون؟ الحين وايد مصورين مسكوا كاميرا على الانستغرام فتح له اكونت قال انا مصور. صحيح وفي في غير هذه انا يعني كنت افضل يكون منظمة معينة خاصة للمصورين آه، آه، يصنفون المصورين درجة المصور اولى او ثانية او ثالثة. صحيح لأن في بعض الناس ممكن صور شخصية بيصورون عندنا برايفت shooting وبعدين ما تلها مصور منه اصلا صح راح بعد ما بين صور البنت ما راحت على شلون صح فما في شيء ما في قانون قاعد يتابع الامور هذه صح ف... يقولون ان شاء الله انه ما في حقوق ما تكون محفوظه تماما مثل في الغرب انه شوي ممكن يكون في سرقات هنا يعني عندنا لانه ما طبعا. في حقوق الحمايه الملكيه الفكريه صح. دانا تغنين <applause> مرة ثانية Are في <applause> اغنية جاهزة ولا نخليها حق الفقرة الجاية؟ ولا ولا في like شيء ببالك؟ شوف راح اخليك <applause> راح اخليك تفكرين like انا ما ادري ايش اغني اي خلاص اخليك تفكرين اغنية واحدة يعني. اوكي راح اخليك تفكرين او نشوف اذا تقدرين تغنين بعد اغنية ثانية ولا لا بس خلينا نروح مع بعض نشوف فعاليات كويتي وافتخر وبعدها بعدها نطلع حق فاصل ونرجع نكمل مع عادل الفارسي ودانا ملتقى كويت وافتخر هذه السنة وهي السنة السابعة على التوالي كبر المشروع وكبر الملتقى بعد ما كنا العام موجودين في قرية كويت وافتخر التراثية زاد عندنا المشروع وكبر وصارت عندنا منطقة جديدة وهي منطقة البادية بالإضافة إلى المنطقة اللي متواجدين فيها احنا حاليا وهي قرية رمال أو مهرجان رمال الدولي ومثل ما أنتم شايفين مهرجان رمال دولي عبارة عن قرية رملية هذه القرية خلينا نقول فيها قصص عالمية أو تحكي قصة ألف ليلة وليلة حبينا أن نختار ألف ليلة وليلة لأنها قصة عالمية فيها الطابع الإسلامي العربي العالمي اللي وايد ناس يعرفونها اللي هي فيها سندباد وعلي بابا شهريار وشهرزاد عدد النحاتين اللي شاركوا في بناء ونحت منحوتات قرية رمال يبلغ عددهم تقريبا 73 نحات من 20 دولة عالمية. الحلو بالموضوع في قرية رمال ان النحاتين لما سألناهم ايش رايكم بالجو الكويتي او بالرمل الكويتي اعطونا شهادة جدا احنا نعتز فيها واللي هي ان رمل الكويت يعتبر من افضل انواع الرمال للنحت فهذا الشيء كان وايد يعني شيء بالنسبة لنا شيء وايد كبير. أنا أحب أدعو الكل أن يتواجد معنا في قرية رمال ومهرجان الرمال الدولي اليوميا تقريبا يعني في من 10 إلى 20 عرض يومي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء يوميا حتى بأيام العطل للعائلات وكذلك الشباب وإن شاء الله المهرجان مهرجان رمال الدولي مستمر لـ 26 أبريل إن شاء الله ونتمنى أن الكل يتواجد معنا عشان يستنسون بهذا المهرجان الدولي حياكم الله رجع لكم مع الفقرة الأخيرة مع الرأي ورأيكم شباب خلنا نعطي شوي وقت حق التغريدات ودانا عندها رحابة صدر في أنها تجاوب على كل الانتقادات البناء المؤدبة احنا مشاهدينا ما شاء الله محترمين ومؤدبين بس في بعضهم كذي شوي يعني يكون مثلا خان التعبير فاحنا نسامحهم، فاطمه تقول مساء النور صلوح منور اكثر الشخصيات اللي عجبتني بالانستغرام بصراحه، مذيعين برنامج رايكم شباب شكرا والفنانه الهام الفضاله وهي شعبي. حمد يقول لك انت واثقه بشخصيتك جدانه وخليت كذي على طول، سواها 949 فور تقول انا أحب يا ومو هامني شيء. حمد يقول لك شلون جدانه؟ تمام وايد زينه دانا اليوم كندر يقول او كندر تقول السلام ابي اعرف شنو على دانا ام انا يعني ما ما اتفشل من عائلتي بس طبعا. انا خلص وريتكم على الانستغرام ما شفتوها <applause> <applause> فدخلوا على الانستغرام وشوفوا كل شيء خاص بدانا زيزة تقول دانا منوره رسمتك على الانستغرام واتمنى تعجبك كوك كوكا او كوكو تقول انا صراحه حبيت حسن الشرازي وثانك على الكلام اللي كاتبته جاء الدخيل قلت شخص يعني قاعد يتكلم رايكم شباب يقول ان الشخصيات اللي المفروض تدعمونها هم المصورين والمواهب الباقيه اللي ابتدت من الصفر مو تدعمون شخصيات ثانيه هو قصده على دانا دانا موهبه وعادل الفارسي مصور فوتوغرافي عزيزي فاحنا رايكم شباب يدعم الكل يمكن انت يكون مو توجهاتها او معجبك ستايلها هذا شيء طبيعي يعني اصلا شيء مو طبيعي ان الكل يعجب بستايل بالضبط. بستايل دانا عندنا تويتي صح؟ صح لسانك الله يسلمك ومو هابنا شيء صح تويتي تقول اكثر <تصفيق> 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 اكثر شخصيه عمر العثمان أكونته عجيب ابو حسون حبيبي مشكور على الكلام هذا من ذوقك وطيب اصلك عندنا سي ار 7 يتكلم عن برشلونه ومدريد فطامي تسلم عليك وايد في انتقاد حقي انا بقرا بصير نفس حسنين. نفس دانا ابو عسكر يقول ما شاء الله ممكن اعرف التشيس اللي, اللي لابسه صالح من وين ها أه مو جلد حبيبي خلوا أنا... الرجال بروحه مو هم شيء ترى مو غصب يعني ها <مي> ما <يا> كيفه مو هم شيء الله يسلمك دانا واحنا سعداء ان دانا اليوم موجوده معنا وعادل الفارسي هم موجود <parece> معنا عادل مهنه التصوير بالنسبه لك صعبه للحين قاعد تتعب فيها وقاعد تبذل فيها جهد كبير ولا خلاص انت حل الموضوع بالنسبه لك سهل جدا لا المرحله انا وصلت لها ما في تعب بس بعض اذا كان عارضات ازياء او في اشخاص معينين هم يكونوا متعبين ذاك يعود لهم طبعا ممكن اتعب وياهم لان ما يعرفون شنو بالضبط يبون فكره معينه بس ما تلوق لهم مثلا ما توالم فيهم تقول مثلا انت واحد تقول ابي نفس بوز مثلا حليمه او امل او اي واحده ثانيه لا ممكن تسوين بوز ثاني يطلع احلى منهم أيه. انت اللوك اللي مسويته ما يوالم مثلا مو متعبين اكثر عادي كذي نعم طيب التصوير شنو اعطاك وشنو اخذ منك؟ <applause> الحمد لله التصوير اعطاني كل شيء إيه؟ وما اعتقد خذ مني شيء غير الوقت يعني والوقت اللي هو بزنس يعني ما ما اعتقد انه اخذ من عنده شيء. نعم أه نغني دانا؟ اوكي <applause> يلا ليتس جو حق منو راح تغنين؟ انا احب ريانا صراحة واو اوكي كلنا نحب ريانا جو اوكي. <applause> <go. تصفيق> I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm yeah, you think I'm crazy? Well, that's nothing. Whoa, oh <applause> بس انا شوي صوتي تعبان. لا بالعكس فيري نايس ومكملين معنا دانا وعادل بس وعدناكم في بدايه الحلقه أن دائما ان نكشف لكم الوجه الاخر، خلينا نشوف خالد بو صخر وما هو الوجه الاخر له. <applause> كل واحد يشوف ابوه هو قدوته، اكيد الوالد هو قدوتي في الحياه. شيء ما انساه في حياتي اكيد في 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 الوسط الفني يوم رجعت من ستار اكاديمي طبعا هذا الشيء ما انساه في حياتي استقبال الناس في مطار الكويت الدولي هذا شيء يعني طول عمري ما انساه امانه هالشيء ايضا يعطيني باور ساعات تاتي اوقات حق الانسان يكون ما له فانا امانه كنت كل ما يصير مالي مود ادخل على هذا الفيديو واشوف استقبال الجمهور فيصير فيني باور اني اقدم اشياء افضل وافضل للجمهور اللي استقبلني من 2008 لليوم هذا كل شخصيه في المجال الفني اتمنى ان اقابلها سواء كانت شخصيه قديمه في المجال او جديده في المجال كل اتعلم انا من من الكبير للصغير في هذا المجال الفني فكل الشخصيات اتمنى أن اقابلهم <applause> نبدأ عن طفولتي كنت وايد وايد شيطان يعني لدرجه أنك كنت من المدرسه لمدرسه كنت انفصل وايد امانه بسبب الشيطانه آه بس اي معك مع هذا كنت آه آه الحمد لله اطلع الاول على دفعتي كنت كل من من الابتدائي لا نكذب خلينا نقول لي بس اولى ثانوي كنت اطلع الاول بعدين الله ييسر بعدين ايش كان يصير <applause> تحياتنا للفنان خالد ابو صخر وموفق ان شاء الله في كل اعمالك الجديده من اعمال مسلسلات مسرحيات او حتى اغاني نرجع لضيوفنا دانا مو هامها آه. شيء ولا شيء يهمك لا ترى حدود يعني كل شيء له حدود انا مو اللي ولا شيء يهمني الحمد لله لايك like. يهمني ربي you know. طبعا. يهمني اهلي يهمني وايد اشياء بس يعني الاشياء التافهه ما تهمني <applause> عرفته <applause> صح يعني هذا المفروض ان الانسان الكلام اللي ما له داعي ما يهمني بس طبعا اكيد يعني... لان هم دائما هؤلاء الاشخاص يحاولون ياثرون بالضبط. او يعتقدون انهم ياثرون بتعليقاتهم <applause> على الناس سوري اقاطعك بس مو بس يعني كلمه مو هامني شيء يعني الواحد يقدر يقولها حق ناس قاعد تضغطها خلينا نقول فرضا انا متينه متروسه الناس كلها تضغطني اوكي انا بغير من نفسي صح شوي شوي علي خفوا علينا يعني مو لازم تضغطون واشوف ويهك شوف يعني حرام خلقت ربنا يا جماعه صح سو so, عشان كذي اقول حلو يعني لما الواحد يقول اي نعم انا متين شنو يعني مو هامني شيء شنو ضايقك يعني صح. قاعد اخاف قاعد اكل اكلك <تصفيق> يعني <تصفيق> فهم شنو قصدي يعني كذي مع يعني مو هامني شيء كذي المفروض يعني إيه الواحد يستخدم مو هامج الاشياء السطحيه أيوه اللي لا تزيدك ولا و... تنقص منك شيء لان انت مكمله بحياتك وكل انسان حر في اللي هو قاعد يسويه. عادل شنو اهم ميزه يجب ان تتوفر في اي مصور فوتوغرافي؟ الثقه والامانه من اي ناحيه؟ آه لان بالنهايه هذه الصور ان كان صور شخصيه او صور فنانين او شيء لازم يكون عارف حتى لو فنانين مع انه الصور دائما تروح م. المجلات بس لا لازم تكون عارفة عندها أنك تكون عارف عندها, عندها لقاء معين قاعد تروح حق الصحفي الفلاني أو المجلة الفلانية نعم هذا أهم شيء طبعا الأمانة بكل عمل طبعا بس بشكل عام التصوير أهم شيء هذا نعم تحياتنا لكم احنا وصلنا للختام معكم من خلال الرأي ورأيكم شباب كلمة أخيرة تختمون فيها على السريع دانا أم أنا أذكركم مو يعني ما عشت هني ما تربيت هني so اذا شفتوا مني شيء غلط يا ريت يعني <applause> تقولوها يعني تقولوا لي اياها اسلوب حلو سلسة ايه لان انا انسانه حالي حالكم اغلط صح سو يا ريت ان الواحد باسلوب حلو يعني ما له داعي سب وغلط صحيح بس بس هذا خلاص يعني وعادل هو تقريبا نفس الفكره عندك الانستغرام الحين خاصه نازلين فيه يعني واحد يعني هم يعني يكون في قله ادب يكون في عدم حضاره يكتب تعليق يمكن مو عاجبه الفنان بس اوكي هذا مو فيسبوك مو قاعد تروح على مسج خاص قاعد دزله بس انت بينك وبينه صحيح الناس كلهم قاعد يشوفون هذا الانستغرام يعني كلمتك انت ممكن تجرح كثير ناس صح ممكن يعني اه يعني كثير ناس بنات صغار كبار قاعد يشوفون الانستغرام هذا اللي اقصده صحيح موفقين يعطيكم الف عافيه اليوم شرفتونا ونورتونا دانا آه الفنانه دانا الممثله دانا موفقه في مسرحيتك مع عبد العزيز المسلم ان شاء الله في العيد شكرا للمصور الفوتوغرافي عادل الفارسي هذه كانت حلقتنا اليوم تواصلنا معاكم لساعه من الخمس لساعة 6 الموعد يتجدد معاكم من جديد باكر بنفس الحزه الساعه 5 تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل كله مع ألف سلامة